مرحبا. مرحبا. ليش حضرتك ما اجيت على الرحلة؟ كتير انبسطنا. والله ما قدرت، بتعرفي أنا بنهاية الأسبوع بشتغل. هاي القصة دايما بتتحجج فيها والكل حفظوها. مجبور على هالشغلة. عم تعطي دروس؟ يعني في عندي طالبين ثلاثة، بس هلأ محتاج إني زيدهم. أعطيني نسخة من الإعلام، ممكن أمن لك زباين عنا. الناس الموجودين هنيك أغنياء، يعني بيدفعوا. إيه مزبوط، فيك تقول هيك شيء. أنت قديش بتاخد على الدرس؟ 500 ليرة. مو معقول بس هيك بتاخد؟ شو كتير؟ بالعكس قليل. برأيي طلب منهم 1000 على الأقل. شو هاد الحكي اللي عم تحكي؟ لك لازم ترفع السعر مشان يعتبروك مدرس مميز. هاي أول نصيحة مني لإلك. هاي القاعدة مو مزبوطة. أنا إذا بدي أعمل لك دعاية بالنادي تبعنا لازم تطلب هذا المبلغ. مستوى دخل الناس هنيك كتير منيح وبيدفعوا بدون حتى ما يفكروا. بس أنا ماني متعود أخذ أكتر من حقي، هذا ما بيجوز. مؤيد مو معقول تفكر بهالطريقة. طيب أنت ليش عم تشتغل ومشان شو؟ أنا عم اشتغل مشان أربح. إذا بدك تربح انسى العدل. هذا الدرس من بيت جنانير. كيفك مع الرياضة؟ والله بهالأيام ما عندي رياضة إلا المشي مع الأسف. ليش عم تزعلي؟ إذا بدك فيني دبر لك شغل بالنادي، شو رأيك؟ شو فيني اشتغل بنادي الجولف تبعكم؟ ولد شناتي. شو؟ هي بتربحك مصاري كتير، وعم بحكيك عن جد. بعدين في شيء أهم من المصاري اللي هو علاقتك برجال الأعمال. هدول دائما بيعملوا لقاءاتهم وهن عم يلعبوا جولف عنا. منه بتصير بتتعلم منهم ومنه بتعبي جيابك. فكر بالموضوع مؤيد، بهذا الشغل يمكن تصير أقرب شخص لإلهم. برأيي هذا الشغل مناسب لطالب وضعه مثل وضعك أنت. والله كلامك مقنع، بس أنا بعرفك وبعرف شو اللي بيناسبك. أنت شخص طموح كتير. لكن بعد المحاضرة منروح على النادي فورا، بابا هونيك بتشوفه وبتتعرفوا على بعضكم. ماشي يلا قومي لأنه تأخرنا كتير على المحاضرة. حاضر. لا تنقلها مبنو، يعني النيابة أكيد رح تعمل اللازم خلال فترة التحقيق. شكراً يا سيادة النائب، شكراً كتير. مع السلامة. شو عملتوا؟ بعدناهن عن الروضة معلم، ومثل ما أمرتنا نقلنا نيرمين خانو ورجالنا أخذوها لمكان آمن. ممتاز. المشكلة اللي بقيت هي الأمر، بعد شي حدا وخليهم يفضلوا. حاضر معلم، لا تاكل هم. شو قالوا لك؟ قالوا لي لساتهم عم يحققوا، خليه ينشغل شوي بهالمشكله. بفهم انه ما في داعي احكي مع النائب يعني؟ الله يسامحك، حفزتني الشغلات اللي بدي اقولها للنائب العام على الفاضي. هاي تمارين ذهنيه مفيده. Thank you.
جاد دوري لورا. مين هدول اللي وراني؟ مو هدول زلمه لهاد اللي اسمه بشير؟ هدول جماعة مهند. يلا بسرعة امشي. شو عم يعملوا هدول؟ كأنه في شيء غريب قدروا يهربوا منه.